بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على هامش هذا المؤتمر الحاشد الذي نظمته الدعوة السلفية، كان لنا شرف اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات من أبرز دعاة الدعوة السلفية في مدينة الإسكندرية. أقامت الدعوة السلفية هذا المؤتمر الذي حضره هذا الحشد الهائل من أبناء الدعوة السلفية، فنحن بدورنا نتوجه بهذه الأسئلة السريعة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. فهل كان فضيلتكم يتوقع هذا الحضور الهائل لأبناء الدعوة السلفية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الواقع أنه رغم أن الحضور قد يكون كبير، لكن الكثرة والقلة نسبية. فبالنسبة للأحداث وتعطش الإخوة لمعرفة رأي مشايخهم، أظن أن العدد الذي حضر دون المتوقع. نعم، هو كبير جدا ربما بالنسبة لندوات ومؤتمرات أخرى، وفاق حتى المساحة المعدة، ولكن أنا شخصيا كنت أتوقع أكثر بكثير لولا ظروف الحظر وبعد الإخوة الذين في المناطق النائية، يعني يخشون انه المؤتمر كان ينتهي في عند صلاه المغرب ولا يستطيعون ان يعودوا الى قراهم والى منازلهم ومناطقهم السكنيه في قبل انتهاء وقت السماح بالحركه. هذا رغم هذا العدد المهول الذي حضر، الأبناء الدعوة كانوا في خلف المكان المعد على القطار، وكانوا خلف المنصة، وكانوا في الطرقات يعني التي بعد المكان التي أعدت له، وحضرتك تقول هذا رغم هذا كان متوقع أفضل من ذلك. نعم، أنا ذكرت لك أن الأمور نسبية، فمع قوة الحدث وتعطش الإخوة أظن أنه لو أن الظروف كانت طبيعية ولم يكن هناك حظر كان لن نتمكن من عقد مؤتمر كهذا في هذا المكان اصلا. هل هذه الكلمات وهذه التي يعني تفضل بها مشايخ الدعوه السلفيه، هل هي خاصه بابناء الدعوه السلفيه او هي موجهه بالاخص لابناء الدعوه السلفيه، ام تريدون بها قطاعات اخرى؟ في الواقع يعني الدعوه السلفيه من حيث الافكار والمبادئ لها خطاب واحد، تقول في المساجد، تقول في الندوات، تقول في الكتب، تقول في خطب الجمعة. الدعوة السلفية تتميز بخطاب واحد وثابت، لا يمكن أن يوجد خطاب يوجه لشريحة وخطاب يوجه لشريحة أخرى. أما من جهة الأسلوب فلا بد من مراعاة حال المخاطب ومراعاة الظرف ومراعاة الوقت إلى غير ذلك. في الواقع في هذه الندوة روعي إلى حد كبير خطاب غير السلفيين، لأن القضية قضية أمة. يعني الأعداء الأمة نجحوا أن يحولوا كثير من القضايا التي تمثل قاسما مشتركا بين الأمة إلى أنها قضايا السلفيين، أو إلى أنها قضايا الإخوان، أو إلى أنها قضايا كذا. أقول مسألة أن الأمة مسلمة، أن الأمة تريد أن تحكم بشرع الله، أن الأمة تحب دين الله، هذه قضية ليست قضية السلفيين، ولكن هي قضية الأمة ككل. ونحن نريد أن نحذر الأمة التي نوقن بأنها يعني لا تريد إلا تطبيق الإسلام، لأن الإسلام دين اختاره الناس اختيارا، والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. قضية منطقية جدا، يعني المجرد أن الإنسان يقول أنه مسلم إذن هو يريد شريعة الإسلام، قضية لا تحتاج إلى صفصطة ولا إلى استفتاءات. نعم، قد يكون إنسان يعني مثلا يقول أنه مصري، ولكن لا يلزم من هذا أنه يحب القانون الفلاني أو النظام الفلاني أو الطريقة الفلانية في التعليم أو الطريقة الفلانية في كذا، ولكن إنسان يقول أنه مسلم، مصري مسلم. فإذا كلمة مسلم أغنتنا عن الاستفتاء في موقفه تجاه تطبيق الإسلام. ولكن عندما يقال له الليبرالية فيسأل ماذا تعني الليبرالية، كلمة أعجمية لم تترجم حتى، فيقال مزيد من الحرية، وأمامه كبت يشعر به هو، فيقال له هل تريد حرية وأنت الآن مكبوت؟ ماذا سيقول؟ لابد أن يقول نعم.
ولكن إذا قلنا له أنه هذه تطالب بحرية سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي يسب لا ينبغي، يعني ربما لو أنه قال لك كلمة بذيئة أو نصف بذيئة القانون والمجتمع يعاقبه، لكن إذا قال هذا في حق الإسلام فلا ينبغي أن يعاقبه القانون، بل ولا ينبغي أنت أن تعتبر هذا منه تصرفا مشينا تأخذ منه موقفا. هذه إذن لابد أن نحذر الناس سواء من محاولة استغلال الزخم الموجود في تمرير قضية العدوان على إرادة الأمة ككل، أو تمرير يعني مصطلحات هدامة تترجم ترجمة مشوهة، فيقال أنت الآن مكبوت، هل تريد حرية؟ نعم. الحرية هي الليبرالية، إذن هل تريد الليبرالية؟ نعم. نقول نحن أردنا، طبعا الوقت لا يتسع وكل هذه القضية قد يكتب فيها كتب، ولكن الإشارة يعني الناس قد يقول ماذا يريد السلفيون، فإذا وجدوا مؤتمر كهذا سيعرفون السلفيون يريدون تطبيق الإسلام، تطبيق الشريعة، يعني حتى لو صبرنا على أن لا يوجد تقدم كبير في هذا الباب فلا يمكن أن نرضى بتقهقر. هذه الرسالة التي خرجنا، لن نرضى بالتقهقر في هذا الباب، ونريد لعموم المسلمين أن يفهموا المعاني الدقيقة للمصطلحات التي يعلم أصحابها أنها مصادمة للشريعة، ولكن يترجمونها بترجمات أو يفسرونها بتفسيرات تجعلها قد تبدو مقبولة لدى البعض. قامت الدعوة السلفية بأدوار عديدة في هذه الأزمة، لكن نود أن نعرف من فضيلتكم في نظركم الشخصي، أي هذه الأدوار أنجح وأفيد في رأيك للثورة أو ثورة الشباب الحالية؟ في الواقع الحدث كان فوق تصور الجميع، وينبغي أن ندرك أنها كانت مظاهرات لمجموعة من الشباب يتكلمون عن بعض المظالم والاجتماعية، ولكن دارت العجلة بصورة يعني مفاجئة للجميع، مما ترتب على يعني حتم على السلفيين أن يفعلوا ما يعرفونه ويتعلمونه من وجوب إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سمعنا في المؤتمر كلمات مشايخنا، كلمة الشيخ سعيد أبو العظيم وكلمة الشيخ محمد إسماعيل، أننا نريد حفظ الدين أو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. لكن هذه المهمة لا تقدر عليها مجموعة مهما كبرت كدعوة السلفية أو غيرها. فنحن عندما نوزع جهودنا في الظروف الطبيعية نركز على إقامة الدين، ونبذل ما تبقى من جهد في قضية حاجات الفقراء أو غيرها. الآن في هذه الأزمة تغيرت الموازين، هناك فراغ وهناك حاجات للناس، وتأمين الطعام والشراب وإلى تأمين المواصلات، فبفضل الله تبارك وتعالى يعني جعلت الدعوة السلفية في هذه الأزمة هذا من أولى أولوياتها. وجد إخوانها أبناء الدعوة في الشوارع، انضم إليهم عدد كبير ربما ممن يعني لا يقيمون الصلاة، وتعاون الإخوة معهم، لأن السلفيين جزء من المجتمع، ونحن البعض أحيانا يسيء فهم الدعوة السلفية. الدعوة السلفية لا يمكن أبدا أن تقر باطل، يعني لو أنك أعطيتني ب90% من الواجب، المستحبات نعم فيها يعني فيها، وتقول هل هذا حسن؟ نقول لا، هذا فيه خلل لا يمكن أن نوافق عليه ولا يمكن أن ندعو إليه. ولكن في ذات الوقت عندما نتعامل مع الناس، هذا الذي نحاول أن نرفع كل أحد ونقربه إلى الله أكثر. فالدعوة السلفية تتعامل مع الجميع ولها خطاب مع الجميع، وتقبل في مجال دعوتها أن تنقل الناس من حال إلى أحسن، ولكن دائما حتى وهي تنقلهم لا تقول أنه افعلوا كذا وسيكون هذا هو نهاية المطاف، ستكونون قد أديتم ما عليكم تجاه دينكم، ولكن نقول هذا هو الهدف النهائي. إنسان مريض بعدة أمراض، تعالج ما استطعت، ما هي الحالة المطلوبة؟ حال الصحة التامة،
وليست حال إذا انتقلت من الحالة الشديدة الخطر إلى الحالة الخطرة أقول أن هذا هو نهاية المطاف أو هو غاية المراد. هذه القضية. وبالتالي لما تواجدنا وكان معنا وناس ربما بعيدين جدا عن الالتزام تواجدوا مع إخواننا وحصل درجة من درجات التعايش، يعني للأسف يعني أقول لم يستغلها الإخوة ربما نتيجة الضغط الشديد وال الاستغلال الجيد في تقريب هؤلاء إلى الله أكثر، ولكن قبلوا منهم تعاونهم في أمر شرعي وهو الحفاظ على دماء المسلمين وتأمين حاجاتهم الأساسية. حتى نرك حضراتكم يعني أو فضيلتكم، سؤال أخير، في نظر فضيلتكم ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به الشباب السلفي في المرحلة القادمة؟ يعني لا أريد أن أكون صادما للشباب السلفي، ولكن أقول يبدو أن دور السلفيين من وجهة نظري الخاصة سيظل هو في درجة تركيز أعلى على إقامة الدين، حفظ العقيدة، تصدي للأفكار الهدامة سواء المنتسبة للإسلام كالشيعة وغيرها أو الوافدة كالليبرالية وغيرها، هذا ميدان عملهم الأول. ولكن دعنا نقول أن لكل حدث حديث، ويعني كما حدثت أزمة يعني فاحتجنا أن نكون في الشارع أكثر من أن نكون في المسجد، ولكن هذا ليس هو الخط الاستراتيجي للدعوة السلفية التي ترى أنه مع رؤيتها الشاملة لدين الله تبارك وتعالى هي تسد هذه الثغرة وتقف عندها، لا يمكن أن تتركها أبدا، ربما تضيف إليها لكن لا يمكن أن تتركها إذا استطاعت، وإذا كانت الإضافة ممكنة بما لا يعود على هذه النقطة بالنقد، لأن أحيانا تجد مجال متيسر من حيث الأسباب، ولكن لا يمكن أن تفعله إلا بمخالفات شرعية. لا نتركه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نتركه مع نصيحة القائمين به، ننصح القائمين به ولكن لا نقوم به نحن بأنفسنا. جزاكم الله خيرا، نشكر فضيلتكم على يعني هذه اللحظات الغالية، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.